بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نكمل الفيديو مال الفولر سيريز. احنا وصلنا لهنا، نكمل. If the function f has period other than 2 by، اذا كان التردد هو مو 2 by، يعني اي رقم كان، اللي هو مثلا 2 4 6، يعني اي رقم، 1 يعني مو بالباي، شو نسوي؟ نبدي هذه المحاضرة مالتنا. احنا قبل كان التردد 2 باي، هسه صار تردد اي تردد اعتيادي. عندني هاي الصيغة اللي هي هذه، التردد يساوي لنا باي اكس على هذه، من عندها راح نطلع من غير القوانين ذني، لان انا ايش عندي بالمحاضره السابقه، نعوض مكان كل تي هنا ان باي على ال، ان باي اكس على ال. عندنا هذا الاف اوف اكس، وعندنا هذا الاي نوت، هذا البي نوت، وهذا الاي، هذن اللي سويناه احنا بالمحاضره السابقه. فهسه شو نسوي؟ نغير كل تي اللي هو هذا التي، نخلي مكانه هذه باي اكس على ال. فش تصير؟ هي ان موجودة باي اكس على اليمن على ال، هذا الصيغة راح وين تجي؟ تجي هنا تصير كوساين. هسه من يكون التردد ان باي اكس على ال، هسه من ال تكون قيمته قيمته باي، يعني يكون التردد 2 باي، يعني ال اللي هو نص التردد راح تكون قيمته باي، فالباي تروح ويا الباي ترجع نفس القديم. زين، نجي لهنا. الاكس هو ال تي على باي، قيمة التي هي باي اكس على ال، نبدي نشتقها. طبعا هم نريد ان نغيرنا هاي فوق، بس هنا بالاي ان شلون نغير الاي ان، وشلون نغير البي ان، وشلون نغير الاي ان والبي ان والاي نوت. عندي هنا مصطلح اللي هو الدي تي، يحس احنا هذا شلون نغيره. هيا هاي الصيغة نفسها نشتاقها، تصير الدي تي هي باي ال على اكس. فاذا راح نعوض عن كل دي تي، كل دي تي باي ال، الباي على ال دي اكس، فراح يصير عندي قوانين جديدة اللي هن ذني، هذني نحفظهم. ذني استخدم ان وين؟ هو كانت ان اكس ان تي، صارت ان باي اكس على ال، وهذه التغييرات، وقيمة هذا الاي نوت، قيمة هذا البي ان، وهذا الان. ذني نحفظهم، هو تبى تحفظهن بس ذني القديمات هم ينحفظهن، لان التردد من يكون 2 باي راح يرجع هنا تصير الآن قيمته باي، راح تختصر يرجع نفس القوانين السابقة. فأنتوا حافظين يصير عند باي اكس على ال، لأن نطبقها من يكون التردد، يعني إذا كانت الدالة مالتي مثلا بادية منا لهنا من الصفر، خنقول هنا 4، ومنا ناقص 4، بس هذه الدالة لازم نطبق لنا القوانين، ما نقدر نطبق القوانين السابقات. هاي اذا صارت واضحة، هذي نرجع. بس ناخذ مثال، هو نفس الشيء، ما تغير في شيء. عندنا find the Fourier series of the triangular wave function. عندي function هي مقدارها مطلقة x، قيمتها من ناقص الواحد للواحد، والاف اوف اكس زائد 2 يساوي لنا اف اوف اكس، يعني التردد قيمته شقد؟ اف اوف اكس زائد 2 قيمته 2، اللي هو هذا. هسه من نجي نرسم الدالة، هذه الدالة، الدالة تقول الاف اوف اكس تساوي، نفتح المطلق، اكس وناقص اكس. اكس منين لوين؟ من الصفر للواحد، والاكس من الناقص واحد للصفر قيمته ناقص اكس. هذه الاكس
وهذا الناقص اكس. زين هذه الدالة مالت، بس تبدأ تتردد، تردد مقدار 2 يعني مو 2 باي، مقدار رقم 2 تنعاد من جديد، كل 2 ترجع الدالة من جديد تعيد نفسها وهكذا. هسه شلون نبدأ نحل هذه؟ هذه لازم عندنا اي نوت، اول مرة لازم نكتب القانون لان كلها القوانين. هذا الحل هو موجود عندكم بالمحاضرة. اولا نستخرج الاي نوت وبعدين الاي ان وبعدين البي ان، ونعوضهم بالفاكشن اللي هنا سويناه بالمحاضرة. هذا الفاكشن الاخرى نعوضهن هنا، يعني نكتب بالقوانين 3 نطلع الاي نوت وبعدين الاي ان وبعدين البي ان. الاي نوت هو تكامل، احنا قلنا قبل شوية هي الدالة مالتنا هي شلون صايرة، هذه من ناقص 1 للصفر وهذه للواحد وهيجي. فنجزئ التكامل، التكامل راح يصير من ناقص 1 للواحد يوم من البداية للنهاية. الاف اوف اكس هاي هي معناتها الاف اوف اكس تساوي 1/2، القيمته 1 راح تكامل من ناقص 1 للصفر قيمة الناقص اكس دي اكس، وهذه نصف تكامل من صفر للواحد اكس دي اكس، بس هذا تكامل اعتيادي راح يطلع قيمة الاي نوت نص. نرجع اليمن على اي ان، الاي ان تكامل من ناقص 1 للواحد، هذه هي هاي الاف اوف اكس اللي هي المطلق، ايضا تتجزر. وهنا كوساين ان باي اكس، هنا ليش ان باي اكس؟ ان باي اكس على ال، بس قيمة ال 1 راحت فصارت 2 تكامل من صفر الى 1 اكس كوساين. هنا ليش سوينا 2؟ هي نفس الشيء، هو التكامل والمساحة تحت المنحني، يعني هاي وهاي الساويات، فحسب وحدة وضربها باثنين. تريد تشتغل نفسه بكيفك، تكامل من صفر الى 1 اكس كوساين. طبعا هذا اكس كوساين ان باي اكس، هاي شلون تحلونه؟ هاي تحلونه بالجدول او بيبان بالبارشة بالتجزئة. هذا الجدول ما انا اشرح لكم اياه تتعرفونه، ان باي اكس هذه وهذه، هاي تبدي تشتقها 1 وبعدين تصير 0، هاي تكاملها بعدين شو تسوي؟ هيك تسوي، هذا موجب وهذا ناقص وهكذا. هذا الجدول تعوضه راح يطلع قيمة الاي ان، هذا هو مسوي بالتجزئة هنا من 0 إلى 1 ناقص تكامل بعدين يطلع لنا هذا. طبعا عوضنا بكوساين ان باي على اكس بناقص 1 سين، هو بعدين نعوض مكانه او يبقى نفسه مو مشكلة. هذا طلعت من طلعت الاي ان. من نروح للبي ان نفس الشيء تكامل، هنا ليه الصفر؟ وهذا طبعا من تشوفه صفر اللي ليش؟ لان التكامل ساين ان باي في اكس، وراح يصير نفس هذا التكامل بس هنا ساين، واكو قدامه اكس قيمته 1، هذا مثل التكامل ايضا بالتجزئة نفس التكامل فوق، فراح يصير التكامل يعني 1 ناقص 2 صفر. فهذا البي ان وهذا الاي ان وهذا الاي نوت. ورا ما كملنا وين نروح؟ هذا البي ان نعوض بالمعادلة الاصلية. هنا اكو يقول الاي ان مرة صفر ذا ايفين وذا او، دام قلت لكم هذي اكو داعي احنا خلينا نبقى على هاي، نرجع نعوضهم بالفاكشن مالتنا اللي هي هذي، هاي الفاكشن عوض البي ان هنا والاي ان هنا والاي نوت هنا اللي هاي تمثل لي الاف اوف اكس الجديد اللي راح تكون على شكل ساين، بس هي شنو هي؟
راح تكون هيك شكلها وهكذا، وكل ما يزداد الان راح تقارب نفس الشكل بس هي معبره بدائره الساين والكوسين. هذه المحاضره تكملت المحاضره اللي هي من صفحه 8 و9. ايش بيها بعد؟ بيها عندك اكزامبل فايند فولر سيريز، هذا وهذا الحل مالت. طبعا ذن اذا ما تلقون هنا هن محلولات من الكتاب، بس هو نفس الشيء. هناك كان 1 ناقص 1، هنا صارت 2 ناقص 2، وهذا ايضا عندنا سؤال الاكستربيع ثاني. شكرا.